اليوم الاثنين هي دعوة شبابية، الكل قاعد يشارك فيها. حتى لو تلاحظ التصريحات بشكل فردي ان انا راح اشارك، ما في اعلانات واضحة الى الان من بعض التيارات السياسية، لكن هي دعوة شبابية للاعتصام، يعني للتعبير اراء الرفض للاعتقالات اللي حاصلة. ويعتقد الشباب انهم بيحاولون يعني بشكل او باخر بيبلورون بعض المطالب او بيطالبون ببعض المطالب بشكل صريح. هل لدى التيارات السياسية دعم لهذه؟ اتوقع ان الكل راح يدعمها، يعني خلينا نكون واقعيين ان دعم بشكل انا قاعد اشوف قولي ام دعم بشكل فعلي؟ لا لا، انا قاعد اشوف في تويتر ان بعض رموز التيارات قاعده تدعي لها وقاعد تحشد لها، عرفت شلون؟ وانا اتمنى ان الناس تحضر لهذه الفعاليه. خلنا نسمع، يعني خلنا نشوف شو راح يصير.